هيا يا أطفال. أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عمو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. كاين اليوم العالمي للمصابين بالتريزوميا متلازمة داون، نتوقفوا في هذه الفترة هذه باش نضمنوا معهم والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة. اليوم جيت نحكيكم على حياة شهيد زيان عاشور. تغنوه كامل معايا عامل النظافة، يلا عامل النظافة. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. انتم تاني يا أطفال راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تفرحوا وتشاركوا كما هاد الأطفال هادو، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على الزرار آراء وملاحظات. تستنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. نحبوكم يا أطفال. فمقامك عند الله أكبر أكبر لو تعلم، وشريف عمل راق ووصف طبعا أعظم. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدوها.